إذن نشكر مرة أخرى منبركم الإعلامي على المتابعة والتتبع ديال الأوضاع بصفة عامة. كما تتعرفوا بأن الوزارة ديالنا يعني اتجهت في إطار محاربة هذا الوباء ديال كورونا إلى اتخاذ مجموعة من الاحترازات. العملية بدات أساسا بتوجيه مذكرة وزارية إلى جميع المعنيين باش يفعلوا وسائل الوقاية وتفعيل شروط النظافة في المؤسسات التعليمية، وهي العملية اللي انخرط فيها الجميع وانخرطت فيها يعني الجمعية ديال الآباء وانخرطوا فيه جميع الأطر، وكانت عندها واحد الأهمية جدا بحيث أن التلاميذ اللي خضعوا لهذه العمليات حتى لهم يتعرفوا على طبيعة المرض، يتعرفوا على الخطورة ديالو، ويتعرفوا على السياق ديال تجاوزه. الآن انتقلت الوزارة لصيغة أخرى وهي صيغة توقيف الدراسة في المؤسسة التعليمية، واللي تتعني تنأكد دائما أنها ليست عطلة استثنائية وليست تسبيقا للعطلة، بل أن هذا إجراء وإجراء أساسي يعمل به في جميع الدول، وبلادنا مؤهلة له، بحيث أن إدماج تقنية المعلومات ديال التواصل والاتصال يعني راه موجود عندنا منذ 2009، أن جميع الأساتذة تلقوا التكوينات على هذه الأمور هذه كلهم، وبودهم وبإمكانهم باش يوجدوا الدروس بهذه الصيغة. لذلك أننا غادي نستمروا الآن هذه التقنية عبر إرسال هذه المضامين وهذه المحتويات الرقمية والإلكترونية إلى التلاميذ داخل الفصول ديالهم. الوزارة دارت مجموعة ديال البلاغات، وصلنا الآن لحدود البلاغ الرابع، تتحدث فيها الصيغ ديال الديمومة والاستمرارية داخل المؤسسة التعليمية، بحيث أن المؤسسة ما غاديش تغلق، غادي يكون فيها المدير، غادي يكون فيها الأساتذة كالعادة، وحدث فيها أيضا المحطات الأساسية والرسمية اللي ممكن التلاميذ يوجدوا لها. وهذه المحطات الأساسية والرسمية فهي محطات مجانية، باش نأكدوا آخر أنها لا تستلزم يعني التوفر على قن سري أو شيء من هذا القبيل. ثم أن هناك محطة وطنية اللي هي القناة الثقافية اللي هي قناة رابعة، وهي كما تعرفوا أنها مجانية ماشي مشفرة، أنها أيضا غادي تتبع تقدم الدروس للتلاميذ. إلى جانب كل ذلك تطرح إشكاليات مرتبطة بالعالم القروي وعدم توفر الإمكانيات للتلاميذ. في هذا الإطار تنأكدوا على أن المؤسسة التعليمية كاينة ما يسمى بالديمومة البيداغوجية، فبإمكان الأب أو الأم أنهم يمشيوا للمؤسسة، والمؤسسة غادي يلقاو راه الإشارة ديالهم مدير المؤسسة أو مديرة المؤسسة، غادي يلقاو راه إشارتهم أستاذ اللي تيدرسوا ولادهم، وراه ممكن يمكنهم من ذوك المضامين يعني ماشي غير رقمية، يمكن يعطيهم مضامين ورقية، يعطيه الورقة اللي فيها الدرس واللي غادي يمشي ويعطيه لولده يقول له هذا الدرس ديالك أوليدي احفظه وشوفوا كيما كاين. إذا نحن اتخذنا كل الإجراءات، واللقاء اللي كان اليوم برئاسة السيد العامل غادي يكون عنده الصدى ديالو، غادي يكون عنده الأهمية ديالو. الآن مازال تنأكدوا على وجوب الالتزام بالمقتضيات والتوجهات العامة، وناخذوا واحد الحكمة، ناخذوا واحد المثل العظيم من الصين العظيمة. قال واحد الوزير منهم أننا حنا الآن تنتعاملوا مع هذا الوباء كأننا مصابون به، ونتعامل مع كل الناس كأنهم مصابين به. ثم دابا قدامي بحال الا فيكم وانا تنتعامل بحال الا فيا. اذا شكرا لكم. قبل ما تخرجوا ما تنساوش تابونا في لاشين يوتيوب او فعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد، او زوروا الموقع ديالنا على شبكات التواصل الاجتماعي.